بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من كورس Citrix Server 6.1. في درسنا الثالث هنتعلم ازاي نقدر نعمل Installation للزين سيرفر والزين سنتر. هنتعرف على Hardware Requirement و Software Requirement لعملية الInstallations. هنتعرف على Citrix زين سيرفر Editions والفروق بين الإديشنز الفري و مش مجانية والإديشنز الأدفانسد والبريميوم وغيرها، وهنتعرف إزاي نقدر نعمل أبديت للزين سيرفر عندنا إن شاء الله. إحنا طبعا تعرفنا في كورس في الميديولز السابقة والفيديو السابق في اللاب سيتاب إن إحنا بنحتاج هاردوير معين عشان نقدر نعمل إنستليشنز عندنا. لذلك لما بنتكلم على الجزئية الخاصة بالهاردوير ريكوايرمنت، فإحنا هنا لازم يكون عندنا سيرفرات سواء فيزيكال او سواء فيرتشوال ماشين تحتوي على الاقل مينيمم عشان نعمل انستليشن جاست انستليشن بس بتاع الزين سيرفر، بنحتاج 2 جيجا رامات، وبنحتاج 16 جيجا فري سبيس هارد ديسك، وبنحتاج بروسيسور سبورت ال في تي تكنولوجي. ده ريكويرمنت هاردوير عشان نعمل انستليشن بس للزين سيرفر. كده ما كنت بقول لكم في اللاب طبعا هتحتاج من 4 ل 8 جيجا. ليه محتاج 4 ل 8 جيجا في السيرفر عندنا؟ عشان بعد كده في عملية الانستليشنز الخاصة بالفيرشوال ماشين، احنا بس مش هنعمل انستليشن للزين سيرفر، مش هنتفرج على شكله، انما احنا عاوزين نعمل انستليشن لفيرشوال ماشين. لذلك احنا بس بنحتاج 2 جيجا بيستخدمهم الزين سيرفر، لكن لازم نحتاج بعد كده 4 ل 8 جيجا بنحتاجهم للفيرشوال ماشين والتطبيقات الخاصة بينا خلال الكورس زي الكلاسترنج وغيرها. ده كهاردوير ريكويرمنت 2 جيجا ميموري، بروسيسور سبورت ال في تي، و 16 جيجا فري، وكارت نتورك 100 او 1000 السبيد بتاعته عندنا. نحتاج السوفت وير ريكويرمنت. السوفت وير ريكويرمنت هنا الخاص بالانستليشن بتاع الزين سنتر، بنحتاج ويندوز سيرفر او ويندوز كلاينت، يعني بمعنى اخر ويندوز اكس بي او 7 او ويندوز فيستا او ويندوز 2008 سيرفر او ويندوز 2003، محتاجهم عشان اعمل انستليشن للزين سنتر. الزين سنتر ده عبارة عن الابليكيشن اللي بيعمل مانج لاكتر من زين سيرفر، شبيه ببرنامج الفي سنتر عندنا اللي هو بيعمل كونكت على اكتر من في سفير عندنا، ويقدر يعمل مانجمنت لاكتر من في سفير، فهو هنا ده المقابل ليه. فالزين سنتر عبارة عن سنترلايز ابليكيشن للفور مانجمنت للزين سيرفر عندنا. طيب اول حاجة طبعا عشان نعمل عملية الانستليشن او غيرها بنجهز السيرفرات بتاعتنا. ده لو هاردوير بيبقى سيرفرات معلهاش اي اوبريتنج سيستم بيرميتال انستليشنز، بنعمل السورس الخاص بالزين سيرفر عندنا على سي دي او على فلاشة او على دي في دي، وبنبوت منه في السيرفر بتاعنا ونبدأ عملية الانستليشن شكل ما هنشوفها في الخطوات التالية. طيب بالنسبه للناس اللي ما عندهاش هاردوير، قلنا ان احنا ممكن نستعمل ورك ستيشن في مور ورك ستيشن او اوراكل فيرتشوال بوكس ويكريت فيرتشوال ماشين ويعمل انستليشن للزين سيرفر داخل الفيرتشوال ماشين دي. طبعا البرفورمانس هيكون ابطا بكتير من ان انت تستخدم جهاز فيرتشوال حقيقي. سواء الحاله دي او الحاله ديت لازم يكون معانا السورس الخاص بالزين سيرفر. عشان نحصل للسورس الخاص بالزين سيرفر ممكن بنقدر نعمله داونلود من خلال السايت الخاص بشركه سيتريكس. بنخش على السايت الخاص بشركة سيتريكس على داونلود، وبنختار المنتج اللي احنا عاوزينه اللي هو هيكون هنا. طبعا دي كل منتجات شركة سيتريكس، منتجات كتير جدا. هنختار زين سيرفر ونختار الايفالويشن، احنا عاوزين نسخة ايفالويشن او تريال سوفت وير. هيعرض لك هنا الفيرجنز الخاصة بيه اللي هو فيرجن 5 او 5.25 او 6 او 6.1، وتختار الفيرجنز اللي انت عاوز تحصل عليها وبتعمل لها داونلود. لكن طبعا هو قبل ما تعمل داونلود لازم يكون ليك اكاونت على شركة سيتريكس. الاكاونت ده فري مجاني تماما، بتعمل هنا اكاونت الخاص بيك وتعمل لوجن بالاكاونت بتاعك، ومن بعد كده ممكن تعمل انستليشن للزين سيرفر بنسخة تريال لمدة 30 يوم عشان تقدر تطبق بيها الكورس بتاعنا عندنا. الموضوع كله مجاني مش اكتر من كده. طيب دلوقتي شفنا ازاي نقدر نعمل داونلود للسوفت وير، بيعمل لك داونلود للزين سيرفر والزين سنتر. طبعا خلال كورسنا
هنعمل ان داونلود لبعض الحاجات الاضافية، بمعنى ان احنا هنعمل داونلود للابلاينس الخاصة باللايسنس، الابلاينس الخاصة بالكلاسترينج، الابلاينس الخاصة باللود بالانس، الابلاينس الخاصة بالويب سيرفيس الويب سيلف سيرفيس، والابلاينس الخاصة بالديستريبيوتد سويتش. لكن خلال الدرس بتاعنا اللي هو الدرس الثالث مش هنحتاج اكتر من انت تعمل داونلود للزين سيرفر والزين سنتر. ومن خلال الكورس بتاعنا في بعض الميديولز اقول لكم هنحتاج ابلاينس معين موجود عند شركة سيتريكس، هنعمل له داونلود عشان نقدر نستخدمه في الدرس بتاعنا. الابلاينس يا جماعة عبارة عن فيرتشوال ماشين جاهزة عندنا بنستخدمها، ونعملها ابلود امبورت على الزين سيرفر ونستخدمها، بتقدم لنا سيرفيس معينة عندنا. بصفة عامة كل الابلاينس ديت موجودة بشكل تريال او ايفالويشن لمدة 30 يوم من خلال شركة سيتريكس بعد ما تعمل اكاونت ليك بشكل مجاني عندها. طيب بعد ما حصلنا على السوفت وير، السوفت وير يا جماعة ده عبارة عن الايزو الخاصة بالسيتريكس، السايز بتاعها 568 ميجا، وده السورس الخاص بالزين سنتر 6.1 وراكس ما يقرب من 50 ميجا عندنا، ده اللي احنا هنحتاجه دلوقتي. طبعا خلال بقية الكورس هنحتاج مثلا ديستريبيوت سويتش، هنحتاج ايفالويشن لايسنس سيرفر، هنحتاج الويب سيرفيس كرييشنز، اللود بالانس والكونفرشن وغيرها على حسب الدروس اللي احنا هنعدي عليها. كل درس هنتكلم فيه ايه السوفت وير اللي هنحتاجه خلال الدرس ده، لكن حاليا شكل ما قلت لكم مش هنحتاج اكتر من زين سيرفر والزين سنتر حاليا، وفي حتى في الاربع دروس القادمين مش هنحتاج فيهم الا الاتنين ابلكيشنز دولت. بعد ما شفنا السوفت وير حصلنا عليه، الهارد وير ريكويرمنت والسوفت وير ريكويرمنت، هنبدا خطوه الانستليشن للزين سيرفر عندنا. عشان طبعا احنا شفنا في اللاب سيت اب الخاص بيا انا اوريدي عندي سيرفرين اتنين عملت انستليشن عليهم للزين سيرفر، لكن عشان اوريكم الخطوات والستيبس اللي احنا بنستخدمها في عمليه الانستليشن، ازاي تعمل انستليشن للزين سيرفر، هنفترض ان احنا عندنا سيرفر جديد خالص معلوش اي اوبريتنج سيستم، وهنعمل انستليشن عليه الزين سيرفر. طبعا عشان تقدروا تشوفوا من خلال يعني اسجل لكم الفيديو ده، طبعا مش هنقدر نستخدم جهاز فيزيكال لان طبعا مش هنقدر نسجل السكرين الخاص بيه، انما هنستخدم هنا برنامج فيرتشوال سواء الفيم وير ورك ستيشن او الاوراكل فيرتشوال بوكس، هنستخدم ان احنا نعمل انستليشن للزين سيرفر بداخله جاست فور الدرس ده بس. ولكن طبعا انا عندي اوريدي في جهازين تانيين هنستخدمهم عندنا مطابقين للاب سيت اب كنيم وكاي بي، هنستخدمهم في بقيه التطبيقات عندنا. لكن انا هستخدم دلوقتي ماشينز فيرتشوال، نستخدم اوراكل في ام فيرتشوال بوكس، وكاريت فيرتشوال ماشين، هنعمل انستول للسيتريكس زين سيرفر بداخلها. طبعا عشان هنا نستخدمها دلوقتي هقول مثلا انا عاوز اسمي، عاوز انزل زين سيرفر هنا. طبعا لان زين سيرفر البلاتفورم بتاعه اساسا والاستراكشر بتاعه مبني على لينكس، ولينكس اوبن سورس، فهنا هختار لينكس، مفيش هنا طبعا حاجة اسمها سيتريكس، واختار مثلا ريد هات عندي واعمل نيكست. طبعا احنا عارفين ان اساسا السيتريكس اوبن سورس مبني على لينكس، فعلا نستخدم حاجة قريبة منه. الرامات هديله هنا طبعا هو المفترض يكون مينيمم عندي 2 جيجا رامات عشان اقدر اعمل انستليشن ليه. هنكريت له هارد ديسك، طبعا هو المفترض بنكريت له هارد ديسك حجمه يعني ككرسي هنا مثلا 40 جيجا، هو بيحتاج 16 جيجا فعليا في عملية الانستليشنز. لو عاوزين نقدر نعمل بعض التغييرات فيه ممكن هنا في السيتنجز، ممكن هنا مش هحتاج طبعا الاوديو، الاستورج بتاعتي هحتاجها، النتورك انا هستخدمها كبريدج عشان نقدر نعمل اتصال، اليو اس بي مش هحتاجها، سيريال بورت، السيستم مش هحتاج هنا الفلوب ديسك، هحتاج السرود روم. بالنسبة للبروسيسور احنا ممكن نعمل هنا اكتر من كور، مالت كور لو ينفع، ونعمل اوكي. طيب بالنسبة للسي دي طبعا احنا عندنا ايزو
لما نعمل ستارت هيبدأ عملية البوتينج. طبعا هقول له هنا هعمل له بوت من خلال الايزو بتاعي اللي هو موجود عندي، ده السي دي بتاع الانستليشنز ستارت، هيباوت من خلال السي دي. نضغط انتر عشان نبدأ عملية الانستليشنز. عملية الانستليشن هي تيبيكال من الانستليشن خاص بأي اوبريتنج سيستم لينكس، بشكل بسيط جدا وبشكل بيزك جدا. الانستليشن بتاعته ان هو بيسأل عليك بعض الأسئلة البسيطة جدا، الاي بي بتاع السيرفر، الاستورج اللي هيعمل انستليشن عليها، التايم زون، ال ان تي بي بروتوكول، وبعض الكونفيجريشنز البسيطة جدا جدا. فالانستليشن بتاعه سهل جدا وسريع جدا، خلال من 5 ل 10 دقايق بيكون عملية الانستليشن للزين سيرفر انتهت عندي. تبدأ أول خطوات الانستليشنز بيسألك على اللانجوج والكيبورد اللي تستخدمها، بي ويلكم سكرين، الأجريمنت، بيسألنا على الاستورج اللي هنعمل انستليشن عليها. عندنا هارد اللي هو 40 جيجا فيرتشوال هارد ديسك، ولو عندك زين ديسك توب ممكن تعمل انيبل لخاصية زين بروفيشننج الهاردات اللي موجودة عندك عشان يوفر لك السايز الخاص بيك. بيسألنا على الميديا انستليشن، بنعمل انستليشن من اتش بي بي او الاف تي بي او النت اف اس، هنستخدم طبعا لوكال ميديا عبارة عن الايزو بتاعنا او السي دي. هل احنا بعد عملية الانستليشن تنتهي، هل احنا عندنا بعض الباكج او بعض الابديت اللي هي بتبقى نازلة لشركة سيتريكس؟ هي بالفعل مش ابديت، هي بعض الباكجات شركة سيتريكس بتنزلها اضافية للزين سيرفر، زي الانتجريشنز الخاص بين السيستم سنتر الخاص بمايكروسوفت وشركة سيتريكس. فاحنا لو معانا الايزوهات دي بقول له يس، وبعد عملية الانستليشن بتنتهي بيطلب منك السي دي الخاصة بالتولز ديت، طبعا مش عاوزينها دلوقتي، فبعمل نو. هل انت محتاج تعمل فيرافيكيشنز للسي دي، هل فيها اخطاء او ايرور او فيها مشكلة؟ هعمل سكيب. الباسورد الخاص بالروت ادمنستريتور لازم ما تقولش عن 6 ارقام او حروف. هنا هل انت هتستخدم دي اتش بي ولا هتستخدم ستاتيك اي بي زي ما تحب؟ انسب ان هي ياخد تخدم طبعا دي اتش بي، لكن في الحالة العملية لازم يكون الاي بيات بتاع السيرفرات السيرفر ستاتيك. النيم الخاص بالزين سيرفر هو اللي هو هيستخدمه من خلال دي اتش بي، او احنا ممكن نسميه زين سيرفر 1 على سبيل المثال. الدي ان اس ممكن هو يستخدمه، احنا ممكن ندخله له، ممكن يستخدمه الدي اتش بي. التايم زون احنا في افريكا وفي كايرو. ال ان تي بي هيستخدم ان تي بي او تستخدم له مانيوال ان تي بي اللي هو نتورك تايم بروتوكول. هنسيبه ان هو ياخد اوبتين ونبدا عمليه الانستليشن انستول زين سيرفر. طبعا عملية الانستليشن هتستغرق بعض الوقت، من قرب من 4 5 دقايق، وبعد كده بيطلب يعمل يبدأ يعمل عملية الريستارت. خلال عملية الانستليشن هنروح نتفرج على الفيرجنز الخاصة بشركة سيتريكس. شركة سيتريكس زي ما عرفنا هي شركة أساسا خدت نسخة زين بروجكت اللي هي مشروع زين اللي هو الأوبن سورس اللي هو لسه حتى الآن موجود. لو فتحنا زين دوت اورج هنلاقي في بروجكت اسمه زين سيرفر، ده عبارة عن مشروع اوبن سورس مفتوح المصدر لعمل هايبرفايزر الخاص بالفيرشواليزيشنز. شركات كتير اللي هي بتندج ريد هات وسوزي ويوبنتو وغيره بتستخدم السورس ده عشان تعمل انتجريشنز مع الاو اس الخاص بيها، وبرنامج يدير عملية الفيرشواليزيشن داخل الاو اس ده. فأي شركة ممكن تستخدم الزين سيرفر ده بشكل مجاني. طبعا شركة سيتريكس ما هي شركة بتنتج برامج مجانية، انما لانها مستخدمة اوبن سورس فهي بتتفق بتاخد بتمضي على الاتفاقية الجي بي ال اللي هي جلوبال اوبن لايسنس، فهنا بتكون مجبورة ان هي لازم تنزل احدى هذه الفيرجن من زين سيرفر فري. فهي هنا منزلة لنا في 4 اديشن او 4 فيرجن من الزين سيرفر.
اللي هو 6 او 6.1. في نسخة فري تماما وديت لانها مجبرة لذلك، لكن النسخة الفري ما بتكونش فيها كل الفيتشرز اللي احنا محتاجينها. على سبيل المثال ما فيهاش خواص الكلاسترنج والهاي افيلابيلتي وغيرها. في نسخ تانية اللي هي نسخ بفلوس، الادفانسد او الانتربرايز او البلاتينيوم. الفيرجنز ديت كل الاختلاف بينها وبين بعضها هو بعض الفيتشر، كل فيتشر موجودة في انهي فيرجن عندنا، وهنا عندنا الكوست الخاص بكل واحد. على سبيل المثال النسخة الفري هي فري تماما، النسخة الادفانسد ب1000 دولار، النسخة انتربرايز ب2500 دولار، النسخة بريميوم فيها 5000 دولار. طبعا كل فيرجن وفي فيتشر معينة عندنا بنشتريها على حسب احتياجاتنا اللي بنستخدمها، لكن طبعا ممكن تستخدم نسخة فري لكنها بدون الفيرشواليزيشن، او اهم نقطة عندنا الحقيقة اللي هي الهاي افيلابيلتي والكلاستر ما بيكونش موجودة في نسخة الفري، انما ممكن تستخدمها كفي موشن مانوال، ممكن استخدمها عشان اكاريت ماشينز وبس، لكن كهاي افيلابيلتي ككلاسترنج كميموري كخواص الديستريبيوتد سويتش وغيرها ما اقدرش استخدمها في الفيرجن الفري عندي، انما استخدمها في النسخ الادفانسد عندي. ده طبعا بناء على تعليمات المؤسسة الخاصة بالأوبن سورس إن هي لازم تنزلوا نسخ فري. إن شاء الله في خلال الدرس القادم هنتعلم فيها إزاي نقدر نعمل اكتيفيشن للاينسز خاص بالفري إديشن أو الأدفانسد أو البريتانيوم أو غيره. طبعا هو النسخ الفري بيكون مفتوح عندك، لكن ممكن استخدم النسخ الأدفانسد أو الإنتربرايز أو البلاتينيوم لمدة 30 يوم واستخدم الفيتشر اللي فيها، وده اللي احنا هنستخدمه بالفعل، إن احنا هنجيب نسخة بلاتينيوم وهنأكتفها وهنستخدمها عندنا. هو باي ديفولت السورس واحد، يعني السورس بتاعنا هو ممكن يشتغل في أي وضع من الأوضاع ديت على حسب ما احنا بنعمل إنيبل للليفل الخاص باللاينس. لو احنا اكتفتها كانها بريميوم بيبقى فيها كل بتتفتح كل الفيتشر بتاع البريميوم، لكن لو اكتفت كادفانسد بتقفل عليها بعض الفيتشر وتفتح بعض الفيتشر التانية وهكذا. دي كومبير بين الفيتشر الخاصة بالاديشن الخاصة بالزين سيرفر عندنا. في بعض الناس بتجيب النسخة اللي هي زين دوت اورج اللي هي نسخة البيور تماما وتعمل تطوير ليها، وبعض شركات عملاقة بتعمل تطوير ليها زي ما شركة سيتريكس عملت وتطور فيها وتستخدمها في بناء الكلاود كومبيوتنج الخاص بيها، لكن دي طبعا شركات كبيرة وبتحتاج تيم ديفلوبر فاهم في الكودينج الخاص بالاوبريتنج سيستم لينكس والاوبريتنج سيستم الخاص والابليكيشن الخاص بالزين سيرفر عندنا. نرجع للانستليشنز. بمجرد ما الانستليشن هينتهي هنتنقل للجزء الثاني وهو نعمل انستول للزين سنتر عندنا. طبعا في الدرس القادم هنتعرف على ازاي نقدر نعمل كونكت على الزين سيرفر باكتر من اسلوب، واحنا عندنا 3 اساليب عشان تقدر نعمل مانجمنت للزين سيرفر، سواء من كوماند لاين سواء من السيل من الويب سيلف سيرفيس او من خلال الزين سنتر. طبعا استخدامنا الاساسي وكل الناس بتستخدم المانجمنت الخاص بالزين سيرفر من خلال الزين سيرفر عندنا، لانه بيكون هو ده الاشهر والابسط والاحسن والجرافيك الانترفيس بشكل رائع جدا عندنا. زين سيرفر ممكن ينزل على اي جهاز سواء سيرفر او سواء كلاينت، وحجمه صغير جدا ما بيحتاجش اكتر من دوت نت فريم ورك 3.5، وبيحتاج وبينزل على اي اوبريتنج سيستم عندي. كده الانستليشن الخاص بالزين سيرفر انتهى، هنعمل اوكي، هيبدأ يعمل عملية ريستارت. في الوقت ده بيتخرج السي دي او الدي في دي الخاصة بيك اللي بنعمل عملنا منها الانستليشنز عندنا.
كده الزد سيرفر ده من عملية الانستليشن اتعمل له عملية ريستارت وعمل عملية بوتينج وجاب لنا الشاشة الرئيسية الخاصة بيه، ده بنسميه الدايركت كونسول، بيعرض لنا فيه معلومات كتيرة على الفيرجنز الخاصة بالزين سيرفر والاي بي الخاص بيه والجيت واي والدي ان اس وغيرها، ودي طبعا كلها واخدها من خلال الدي اتش سي بي. وممكن نعمل عملية تعديل لكل الكلام ده كله عن طريق ان احنا بنضغط انتر، وممكن ندخل اي بي وان تي بي ونعمل تيست للنتورك وديسبلاي للسويتش وغيره. ممكن هنا نقدر نعمل اوبشن كتير جدا، نستعرف على الفيرشوال ماشين الموجودة عندنا ونقدر نشغلها ونقدر نوقفها والريسورس بول والهاردوير ريكويرمنت، ونقدر نعمل باك اب للكونفيجريشن وابديت وغيرها هنا، ونقدر ندخل على نعمل ستارت وندخل على باور شيل او كونسول كوماند لاين الخاص بالسيتريك زين سيرفر. الدايركت كونسول الخاص بالزين سيرفر يتميز عن الدايركت كونسول الخاص بالفي سفير ان هو هنا في فيتشر كتيره جدا ممكن استخدمها من خلال الدايركت كونسول. ممكن من هنا اقدر اشغل ماشينه، اوقف ماشينه كاريت بول او اوقف ريسورس بول، اعمل بعض الكونفيجريشن الكبيره جدا بعكس الفي سفير الدايركت كونسول فيه ما اقدرش فيه الا اعمل بس ادخل اي بي اغير نيم ادخل ان تي بي اغير الباسورد اعمل ريسيت للكونفيجريشن مش اكتر من كده. اما من هنا اقدر اعمل بعض الكونفيجريشن الكتيرة جدا توصل ان انا ممكن اعمل كونفيجريشن لفيرشوال ماشين. طبعا احنا مش هنتكلم هنا كتير على دايركت كونسول، انما احنا كل المانجمنت بتاعنا هيتم من خلال الزين سنتر. زين سنتر عبارة عن ملف اكس اي بنعمل له انستليشن على اي اوبريتنج سيستم ويندوز، بيكون يحتوي على دوت نت فريم ورك 3.5. الانستليشن بتاعه سهل جدا، نكست نكست، والانستليشن بيتم بكل بساطة عندنا. كده عملنا انستليشن للزين سنتر. لو رحنا شوفناه دلوقتي عندنا، ده الزين سنتر اول طبعا الانترفيس الرئيسية بتاعته. لو عايزين نعمل اد لسيرفر او ابجريد لسيرفر او نفتح ديسكتوب ريموت ديسكتوب او غيره، طبعا نعمل اد لسيرفر. السيرفر بتاعنا لو شوفنا الاي بي الخاص بيه اللي هو على ما أظن 101.101.101، وطبعا اليوزر نيم عبارة عن روت والباسورد اللي احنا دخلناها في وقت الإدخال. فهندخل هنا 192.168.1.101 والروت الأكونت اليوزر نيم والباسورد عندنا. اوكي كده عملنا اضافة لأول سيرفر اللي هو زين سيرفر 1 اللي احنا سميناه بالاسم ده، ضفنا أول سيرفر عندنا في داخل الزين سنتر دلوقتي بالشكل الرئيسي الخاص بيه. ممكن اتكاريت بولت كاريت ستورج اكاريت في ام اعمل شت داون او ريبوت للسيرفر الخاص بيا. ممكن هنا استعرض اشوف الريسورس الموجودة في السيرفر كسي بي يو او ميموري او هارد ديسك او كونفورميشن عامة او لوجز وايفنت وغيرها او كونسول الخاص بالكوماند لاين الخاص بالزين سيرفر دايركت عندنا. طبعا الكلام ده كله هناخده في خلال الدروس الجاية، نتعرف على الكونفيجريشن خاصة بالنتورك والستورج والكونسول والكوماند لاين والبرميشنز الخاصة باليوزر وهكذا. طول ما احنا شغالين هنتعلم الكونفيجريشن ديت بشكل عام عندنا. لكن انا هنا هحتاج بس هنزود جزء بسيط عندنا اللي هو ان احنا لو عايزين نعمل ابديت عندنا او نشوف الفيرجن بتاعت الزين سيرفر عندنا هل هو يحتاج ابديت او لا. باي ديفولت شركة في ام شركة سيتريكس بتقدر تتيح لنا ان احنا ممكن نعمل ابديت لمنتجاتها بشكل مستمر عن طريق ان احنا بنخش الويب سايت الخاص بيها، او ان احنا هو اوتوماتيك بيعمل تشيك على الاوبريتنج سيستم او السيتريكس بتاعنا الزين سيرفر ويشوف هل هو محتاج ابديت او لا. هو باي ديفولت كل فتره شركه سيتريكس بتنزل ابديت بالشكل ده، ده على سبيل المثال ابديت ممكن اعمل له داونلود
عندنا، او ان هو من خلال الزين سيرفر يقدر يعمل داونلود بشكل اوتوماتيك ويعمل داونلود انستول. فسواء انت نزلت نوز ابديت زي ده اوفلاين وعملته امبورت داخل الزين سيرفر الزين سنتر هنا، او ان انا رحت من خلال الزين سنتر عملت تشيك الابديت وهو جاب بعض الابديت، ممكن نعمل له انستليشن دايركت على السيرفر بتاعنا. سواء الاسلوب ده او سواء الاسلوب ده ممكن نعمل ابديت عندنا. ازاي نقدر نعمل ابديت؟ عن طريق ان انت ممكن تعمل تشيك فور ابديت، هو لو في عندك انترنت هيعمل تشيك عندك. طبعا ما عنديش انترنت في الوقت الحالي، او لو انت عندك اوريدي ابديت معمل له داونلود قبل كده ممكن تعمل انستول ابديت اوريدي، وبتحدد الابديت بتاعك اللي انت عملت له داونلود. على سبيل المثال ده بعض الابديت ده اوريدي انستول ام داونلود عندي، عملت له ابلود جوه الفي سنتر، وبحتاج بس بختار السيرفر اللي عاوز اعمل له ابديت نيكست، وبعد كده بيبدأ يعمل عملية الابديت عندي ان هو جاهز يعمل ابديت. طبعا الابديت هنا شكله بسيط جدا وسهل جدا وابسط كتير جدا من ان احنا نعمل ابديت في فيم وير مثلا. على سبيل المثال ان احنا بنحتاج هنا ابديت مانجر، برنامج ضخم وكبير واسلوبه صعب شوية في عملية الكونفيجريشن. اما احنا هنا بشكل بسيط جدا لو عندك انترنت هتعمل بس تشيك ابديت، هيجيب لك ليست بالابديت الموجوده عندك، تعمل انستول اند داونلود اند انستول بس كده. او ان انت لو ما عندكش انترنت ممكن تعمل داونلود من السايت، وبعد ما تعمل داونلود هتروح تعمل امبورت ليه من خلال انستول ابديت، وتبدا عمليه الانستليشن مباشره على السيرفر اللي عندك او الاقل. بكده نكون انتهينا من الدرس الثالث اللي عرفنا فيه ازاي نقدر نعمل نحصل على نسخة من الزين سيرفر، الهاردوير ريكويرمنت والسوفتوير ريكويرمنت، عملية الانستليشن الخاصة بالانستول للزين سيرفر والانستليشن الخاصة بالسوفتوير ريكويرمنت للزين سنتر. شوفنا مع بعض ازاي نقدر نعمل انستليشن للزين سيرفر داخل ابلكيشن فيرشواليزيشن زي الاوراكل فيرشوال بوكس او الفي ام وير ورك ستيشنز، وشوفنا الاديشن الخاصة بالزين سيرفر سواء النسخة الفري او النسخ الغير مجانية، وعملنا اتصال بين الزين سنتر والزين سيرفر، وقدرنا نشوف ازاي نقدر نعمل ابديت لنسخة الزين سيرفر عندنا سواء دايركت من موقع فيم وير او سواء ان احنا بنعمل انستليشنز من اوف لاين ابديت عندنا من خلال ان انا بضيفه جوه الزين سنتر وبنعمل ابديت للسيرفر عندنا. كده نكون انتهينا. طبعا الدرس القادم هيكون نبدأ فيه عملية الكونفيجريشنز، هنشوف فيه اوفر فيو للكونسول الخاص بالزين سنتر، ونشوف الفيتشر الموجودة عندنا في الزين سنتر والزين سيرفر، ونبدأ نشوف ايه هو الزين سنتر، ايه هو الفرق بينه وبين الفي سنتر على سبيل المثال، ايه هو الاستراكشر الخاص بالزين سيرفر. احنا لسه ما اتكلمناش ان ديتيلز على التصميم الداخلي عن الزين سيرفر واختلافه على الفي سفير على سبيل المثال، والبيزك كونفيجريشنز الخاصة بالزين سيرفر عندنا. هيكون عندنا درس طويل ان شاء الله اللي هو الدرس الرابع ان شاء الله. كان معاكم مهندس خالد دسوقي، وشكرا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.